كل يوم بنشوف نموذج لأم مثالية قدرت إن هي تضحي وتكون سند لولادها علشان توصلهم لأحسن حال، مهما تعبت ومهما ضحت بيبقى في بالها ولادها هم أهم حاجة في حياتها. تعالوا نرحب النهاردة بالأم المثالية معانا، الحاجة سامية. أهلا وسهلا بيك يا حبيبة قلبي، منورانا. الله يخليك رب. مرحب طبعا بضيفتي الإعلامية رباب النعيمي. أهلا يا رباب حبيبتي. عايزين نعرف كده منك اختصار لقصة ومشوار حياتك وكفاحك. اتجوزت في 86 وخلفت 4 عيال. 4 ما شاء الله. كم بنت وكم ولد؟ بنتين وولدين. 3 خرجوا من الجامعة وباقي 1 في الجامعة. طيب وبعدين جوزك كان بيشتغل ايه؟ كان مدرس. وبعدين تعب بس يعني من فترة بعيدة، كانوا صغننين لسه شوية الولاد. يعني ولادك كانوا قد ايه لما هو بدأ رحلة العلاج، المرض بتاعته وعلاجه؟ اصغر حاجة كان 6 شهور. جوزك كان مريض وكان يعني عنده شلل. فكان يعني قاعد في قاعد يعني فراش وكده. فانت طبعا بتخدميه خدمه مضاعفه بالزبط. حتى عن المرض العادي يعني بتعملي له كل حاجه. نعم. وفي نفس الوقت عندك 4 اولاد عايزين دراسه مدرسه وكده. عملتي ايه عشان تدرسيه؟ وبيبي لسه مولود. لا يعني ربنا اوان يعني. ربنا اللي لله. يشوفك مش ممكن يتخيل ان انت عندك اي مثلا عندها ايمان ابتلاء في حياتك او اي حاجه، او ان عندك صعوبات واجهتيها، او من سنه 96 وانت بتخدمي جوزك واربع ولاد وكبرتي وربيتي وبتعملي دورك كزوجه وكممرضه. موظفه يعني ما شاء الله. يعني بتنصح الامهات بالصبر والكفاح. طبعا ام مثاليه وزوجه مثاليه وصبره ما شاء الله. ربنا يخليك وربنا مرضيك ويرضى، ده نعمه من عند ربنا. رباب مقدمه لك عمر. شكرا. ربنا يخليك. ألف مبروك يا حبيبتي. انت تستاهلي. سامية طبعا من الأمهات المثاليات اللي فازوا معانا في مسابقة الأم المثالية برنامجنا النهاردة بمشاركة سيدة الأعمال رباب النعيمي. ألف مبروك. بارك فيك. ربنا يخليك يا رب. ومبروك الأم المثالية مرة تانية، ومبروك طبعا العمر. الله يبارك فيك. شكرا. ربنا يخليك يا رب. اتبسطتي في العمر؟ خالص. الحمد لله. ألف حمد وألف شكر. كان جميل. حاجة يعني الواحد ما كانش متخيل. أبقى واقفة وسرحانة كده إن أنا مش مصدقة نفسي إن أنا قدامها والله، قدام الكعبة وكده. الحمد لله. دعيتي إيه؟ كتير لأولادي ولأخواتي ولجوزي طبعا، ربنا يشفيه ويعافيه. مبسوطة هنا بقى في المدينة؟ الحمد لله. ألف مبروك، وإحنا مبسوطين إن أنت موجودة معانا. الله يبارك فيك. الله يخليك. شكرا. ألف شكر. ربنا يخليك. يا أحلى بالأحلام، فين ألقى زيك فين؟ فين ألقى زيك فين؟ مكة يا نور العين، يا أول الحرمين، منك يا مهوى الروح في الدنيا ما في اثنين. يلي هواكي غير
فيكي خير، لو لي جناح الطير جيتك بغمضة عين، جيتك بغمضة عين. يلي هواكي غير واللحظة فيكي خير، لو لي جناح الطير جيتك بغمضة عين، جيتك بغمضة عين. مكة يا نور العين، يا أول الحرمين، منك يا مهوى الروح في الدنيا ما في اثنين. جيتك بغمضة عين. مكة يا نور العين، يا أول الحرمين، منك يا مهوى الروح في الدنيا ما في اثنين. شوفتها قرة عين، شوفتها قرة عين. زمزم ويا محلا الله عليها الله، والكعبة بيت الله. شوفتها قرة عين، شوفتها قرة عين. مكة يا نور العين، يا أول الحرمين، منك يا مهوى الروح في الدنيا ما في اثنين. هذا